blood cells in urine اكتر من 5 بالهاي باور فيد. يعني لو اليورين اناليسيس جالي فيه اكتر من 5 خلاص انا بقول ان فيه هيماتوريا. دلوقتي عندي نوعين من الهيماتوريا، ماكروسكوبيك او اللي بنسميها جروس هيماتوريا او المايكروسكوبيك هيماتوريا. ايه الفرق ما بينهم كماكروسكوبيك؟ يعني انا بشوف اليورين بعناية كده ان هو بلد. مايكروسكوبيك لا، ما بتبانش غير بان انا اعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن في الروتين انفستيجيشن او بعمله لاي سبب فبلاقي ريد بلود سيلز، لكن ما بتبقاش شايفاه بعيني. طيب وانس ان انا بيطلع لي التحليل اليورين بالديبستيك بيقول لي ان في ريد بلود سيلز او في بلود، هيقول لي في بلود، مش معنى كده ان دي ريد بلود سيلز، لان الديبستيك بيقرا اي هيم سواء ده ريد بلود سيلز او هيموجلوبين او مايوجلوبين. يبقى لما يجي لي بالديبستيك لازم اعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن عشان اتاكد ان اللي قراه ده ريد بلود سيلز. طيب في فولس بوزيتيف، يعني ممكن يجي لي في ريد بلود سيلز او هيماتوريا لكن بتبقى فولس بوزيتيف. في حالات ايه؟ لما يجي اليورين يكون فيه بصل ما اقدرش اقول بقى ان ده هيماتوريا، لازم اعالج الاول البكتيريا اللي معاه عندي قبل ما اقول ان ده هيماتوريا. او حاجات تانية زي الاكسس اسكوربيك اسيد او القناه اليورين ده تعمل فولس بوزيتيف، يعني يجي يقول ان في ريد بلاد سيلز لكن هو يعني البكتيريا هي اللي عاملاه مزوداه. برضو كل حالات الريد يورين مش معناها ان دي هيماتوريا، وهنعرف ازاي يبقى ريد يورين لكن مش هيماتوريا في الاسباب دي. طيب ايه اشهركم؟ المايكروسكوبيك هي اللي بتجيلي اكتر مع اي، ممكن اي طفل يجي بيعمل تحليل لاي حاجه روتين انفستيجيشن فيجي بقى يدخل لك بمايكروسكوبيك هيماتوريا. اكتر الايزوليتد مايكروسكوبيك هيماتوريا اللي هو عيان ما بيجيش هي شكوته بس، الايزوليتد هيماتوريا في معظم الاوقات او من اكتر من 99% ما بيبقاش عنده اي ديزيز، بتبقى حاجه ايديوباسيك يعني بس بيبقى معاهم سيجنيفيكانت ديزيز في اقل من 1% منهم اللي بيبقى ايزوليتد هيماتوريا بس. طيب الماكروسكوبيك هيماتوريا دي معروف ان لما بنقول ماكروسكوبيك هيماتوريا من اللي بيبقى للجيرولوجيكال كوز او النون جلوميرال ديزيز، ولكن هي بتيجي بتيجي تبقى بريزنتنج ساين البارينكيمال كيدني ديزيز او الجلوميرال ليشن، ايوه بتيجي، لكن اكثر من 40% برضه من الماكروسكوبيك هيماتوريا ما بيبقاش ليه سبب واضح، بيبقى سيمبتوماتيك. من حوالي 15 ل 20%، ودي نسبة مش قليلة، من الناس برضو اللي بتيجي بيلس سواء مايكروسكوبيك او ماكروسكوبيك هيماتوريا بتبقى نتيجة الهايبر كالسيوم، وانا عملت شوف 24 اور هيطلع عنده هايبر كالسيوم. في حاجة مهمة قوي في الهيماتوريا اكستنسيف والانفيزيف انفستيجيشن، حاجة ما بنحبهاش لما يكون يبقى في فايندنج معينة موجودة هنقول ان احنا نكمل، لكن انا اقعد هي ايزوليتد هيماتوريا واقعد اجري وافحر فيها واشوف، لا، هيبقى في حاجات معينه معاها هي اللي تخليني ادور ايه سبب الهيماتوريا دي. اسباب عشان يعني بنقول ليه ما بعملش انفستيجيشن كتير، لان اي سبب لو انتم شفتوا الاسباب اسباب كتيره جدا، فاي سبب في الرينا ممكن يعمل لك هيماتوريا اي سبب. اشهرهم او اللي هو الرينا ريتراكت، وده الاشهر حاجه اليو تي اي، دايما تلاقي عيان في العياده جاي لك باليو تي اي ومعاه بلود سيلز. لما يجي المايكروسكوبيك هيماتوريا بين بفكر على طول في الفليستون او الهايبر كالسيوريا، دي برضه كومن في الاطفال. او استراكشر ابنورماليتي بقى زي البيوريتريك جانكشن اوبستراكشن او اي استراكشر في الرينال سيستم. الجلوميرال ديزيز طبعا كتير منها اشهرهم الاميونوجلوبولين انيوفروباسي والبوست انفكشس جلوميرولونفرايتس، من اشهر الحاجات اللي بتيجي بالهيماتوريا. الفاميليا الهيماتوريا زي الالبروكسيوم، وده بيبقى جاي معاه ديفنس مع رينال انجلمي. الحاجات التانية بقى زي رينال تيومر او رينال تراكت فاسكولار مالفورميشن او الكلوتنج ابنورمالتي دي رير. ممكن يجي ريد يورين من غير ما يبقى ده هيماتوريا خالص،
اشهر الحاجات اللي بتعملهم الفود او الهيموجلوبينوريا او المايوجلوبينوريا او اليوريك كريستال او دراج اشهرهم ريتان بيسين. الحاجات المايوجلوبينوريا دي اللي هو زي الرابدومايوليسس ده بيتكسر البريك داون في المصل ده بينزل في اليورين يدي بالديبستيك ان في بلود واعمل مايكروسكوب يقول لي لا مفيش ريد بلود سيلز. دول من اشهر الحاجات اللي بتعمل فولس بوزيتيف لازم اعمل مايكروسكوب عشان اتاكد منها. كلهم ايه ممكن اميزهم عن الهيماتوريا اللي بيبقى فيه هيماتوريا ان انا بسيب اليورين حوالي نص ساعه خلاص اللون بيتغير خلاص يرجع للنورمال كولر بتاعه. الاسباب برضو دي اللي زي اللي شرحناها كتير جدا كل حاجه ممكن تعمل هما دوميننت ديزيز تعمل اي حاجه في الرينا ممكن يعمل هيماتوريا. الهيماتوريا اول ما تجيلي هيبقى عايزه احدد حاجه مهمه جدا دي جايه من الجلوميرال او البارينكيما ولا دي نون جلوميرال تبع اليورولوجي. هفرقهم باول حاجه الهيستوري. هيستوري واحد جاي لي بالهيماتوريا ومعاديش يورين خلاص هفكر على طول في ان ده يوتي اي وحاجه نون جلوميرال ديزيز. مش معنى كده برضه ان ده اكسكلوجن لا احنا بنتفرق في الاول كده. سيستميك ساين واحد جاي بايديما وفيبر فارنجيتيس شراس وكده موستلي ده تبع الجلوميرال. الفيبر ممكن تبقى موجوده برده مع اليو تي اي مع الستوم ده نان جلوميرال. الفاميلي هيستوري برده زي ما قلنا الالبرت سندروم مثلا يبقى جاي معاه بس يبقى فيه هيستوري في الفاميلي وعادفنس مع رينال امبيرمنت كل الكلام. طيب الفيزيكال اكزامينيشن الهايبرتنشن والاديما دول هيبقوا مشهورين جدا في البارينكيما ديزيز او مع الجلوميرال ديزيز. ابدومينال ماس هيبقى موجود دايما في اللون جلوميرال مع التيومر او الميوس تيومر اشهرهم او الاوبستراكتيف فيبروس. الراش او كده او البيبرا ارثرايتس مع سيستميك لوبس وده هيبقى انديكيت ان في جلوميرال ديزيشن او ابسنت لو ابسنت خلاص ده يعني نون جلوميرال. اليورين اناليسيس وده مهم قوي في ان انا افرق ما بينهم الاثنين. الكولر زي ما احنا عارفين اللي هو الكولا كولر ده غالبا الجلوميرال البرايت او الفريش بلوت ده بيبقى تبع اليورولوجيكال كوز. بريتونوريا ممكن تبقى موجوده في الاثنين بس وانس انها زادت او بقت نيكروتكس وجلوم ده خلاص اكيد ان ده بارينكيمال ديزيز. اقل من اثنين ممكن تبقى موجوده بس ده هيبقى ماشي مع سكه ان هي نون جلوميرال ديزيز. الديسمورفيك دي حاجه مهمه قوي. الديسمورفيك دي يعني ايه؟ يعني ان بمعنى بسيط يعني الريد بلاست متكسره اتكسرت ماشيه في الرينال تيبيولز واتكسرت بقى ليها شكل معين في المايكروسكوبيك اكزامينشن. ممكن تبقى موجوده في الاثنين ايوه. عشان كده لما اجي اعمل ديسمورفيك ريد بلاست سيلز لازم يطلع لي المفروض ان اعمل يطلع لي نسبه لانه هو الطبيعي يبقى فيه ديسمورفيك الريد بلاست سيلز ماشيه فمتكسره عادي. اكتر من 20% دي سجست ان دي جلوميرال ليشن اقل من كده بتبقى نون جلوميرال. وكان في البعض قال ان هو لا دي سموكي فمش معتمد عليها قوي لان هو اوريدي ممكن تبقى موجوده في اليورولوجي او الـ او البارينكيمال ديزيز. ريد بلاد سيل كوست دي عباره عن ايه؟ ان البروتين اللي بتفرزه التيبيولز نورمال اللي هو التام هورست فول بروتين ده التيبيولز بتاع دي بتفرزه نورمال وبينزل في اليورين ده اللي بيعمل لنا البروتينوريا الطبيعيه بتاع التيبيول. الريد البروتين ده يتحد مع اي سيل ويعمل لنا الكوست. يتحد مع الوايت بلاد سيلز يعمل لنا وايت بلاد سيل كوست. يتحد مع الريد بلاد سيلز يعمل لنا الريد بلاد سيل كوست. وانس ان الريد بلاد سيل كوست دي موجوده ايفن 100 واحده ده انديكيت خلاص ان ده جلوميرال ديشن. بس هي نادرا ما بتبان ليه؟ لان هي مع السنتريفيكيشن اللي بيعملوه او كده او لازم عايزه فريش بلاد بتلوس. ممكن اقراها على بريفلي بس نادرا ما حد يعني. الكريستال طبعا هو موجودة. في كاستس بتبقى بالعين بتتشاف؟ بالمايكروسكوب؟ لا مفيش. لا كله مايكروسكوبيك انزيميشن. دي اشكالهم. دي النورمال. دي ريد بلس سيل نورمال اهي ده العادي الكونتور بتاعها مفيش فيها. لو شفنا بقى الثانيه دي تلاقي في الممبرين بتاعها باين ان هي نازله ديستركتيف. دي الكاست. طيب
طيب حاله اي حاله هيماتوريا تيجي في انفستيجيشن معاه بعد ما خدت الهيستوري والاكزامينيشن وهيبقى لحد ما الامور واضحه شويه انا همشي سكه ايه في بيس لاين انفستيجيشن عاملها قال لاي عيان هيماتوريا اي عيان هيماتوريا جاي في حاجات اللي هي على فكره الانترميتنت اللي كل شويه يجي له مايكروسكوبيك ماتيريا انترميتنت وما معهوش اي سيبتوم ولا اي فايل ولا اي حاجه بس يبقى عادي ما عملوش حاجه. اول حاجه هنعملها طبعا اليورين اناليسيز وقلنا مايكروسكوبيك الحاجات دي لازم وطبعا بالهيستوري هفرق ان في يورولوجي بوز او اي حاجه. البروتين لازم يكون عندي البروتين بالديبستيك ايه بوزيتيف ولا ايه عشان اكمل لو في بروتينوريا دي من حاجات الدينجرس قوي تخليني اكمل مع الهيماتوريا. الوايت بلاد سيلز ده معناه انفكشن وقلنا ان انا مش هحكم قوي على الهيماتوريا او الريد بلاد سيلز غير معالج الانفكشن. الايمجنج اللي انا عامله مبدئيا في كبيز لاين الالترا ساوند او السي تي لو انا شاكك في ستون او حاجه زي كده ده اللي في الاول انا بعمله ليهم كلهم لاي عيان هيماتوريا. طيب بنمشي فيه ازاي؟ اول حاجه احنا قلنا هنمشي في سكتين يا اما خلاص انا ماشي في سكه الجلوميرال ليشن او ان هو نون جلوميرال ليشن. سسبكت باي سيبتومز هايبرتنشن بريتونوريا معاه رينال امبيرمنت سسبكت بحاجه مع دي عملت السي 3 وعيان هيستوري ان هو من اسبوعين كان عنده سورس رد وكده شكيت في السكه دي هعمل خلاص السي 3 والسي 4 والاي اس تي زي ما احنا عارفين اللي هو الدايفرام ان انا هفرق بقى ما بينهم. طيب جاي العيان ايزوليتد بس رينال يعني مشكلته في رينال بس منحصره في رينال بس ومعاه السي 3 بلو هفكر في اول واحده بوست انفكشوس دي اشهر الميمبرنس جيرمينوفايتس سيجي والشنط ما بنشوفهمش كتير لكن اشهر حاجه اللي هي مع السي 3 بلو خلاص دي اللي هي الاكيوت بوست انفكشوس جيرمينوفايتس. طيب السي 3 نورمال ومعاه كريتيريا اللي انا شفت ان في منها ليجن هفكر في اول حاجه الاي جي ان والانبورت طبعا لو في فاميلي هيستوري ومعاه ديتنس ومعاه سيبتوم ثانيه او السم بيزمنت ممبرين نفروباثي. طيب عندي بقى البيشنت جاي بالرينال ديزيز ومعاه سيستميك دي حادثه الحاله اللي جت لنا السيستميك بقى ديزيز انا هفكر في حاجه سيستميك ومعاه السي 3 لوب يبقى انا هفكر في السيستميك دي اول حاجه كده السي 3 لوب هفكر بقى في الهانشن شيرين بيربرا والفاسكولايتس الانتي جي بي ان اللانجلاميرال ريجن غالبا احنا بنبعتها ريفيرال يعني يورولوجي لكن في حاجات برضو اللي هي تبعنا او الفيتشو او الفرد الانفستيجيشن زي الرينوجرام او التمسة او الميتيريشن سيستو في رينا الكوليكس وشكيت في خلاص ستون بعمل سي تي ده البيست تشويس ان هو هيقولي لو في ستون سسبكت بقى ان في ستون او كده لازم المفروض ان الستون دي انا هعمل 24 اور يورين كولكشن واشوف عشان ابدا اشوف المفروض ان انا ابدا اشوف الستون دي تبع ايه هايبر كالسيوريا او تبع اليوريت او السيستين حاجه جينيتك او كده فلو انا عملت في ستون المفروض ان انا هعمل 24 اور يورين كولكشن وابعته المعمل ان هو بيحسب لي فيه الكالسيوم والكريت واليوريك اسيد المفروض واعمل في السيروم الكالسيوم والفوسفور طبعا بيتيكتر. رينال ماس ده خلاص ده يعني موستلي اللي هو الويلنس او البوليسيستيك كيدني ديزيز بشخصه طبعا الالترا ساوند العادي بيشخص على كل حالات البوليسيستيك يعني بتبقى سهله قوي ان انا اشخصه بالالترا ساوند ده لو في بليدنج تندنسي بقى خلاص انا هبص على الحاجات الهيماتولوجي والباسكولار وهبعته برضو هعمل فول لاب بقى وامشي في سكه الهيماتولوجي يعني مش طبعا طبعا كل الاشهر المواضيع اللي المفروض نتكلم عنها البوست ستريبتوكوكال انفكشن السيستميك لوبس الهايبر كالسيوريا دول كل واحد المفروض ان احنا هناخده بالتفصيل فيما بعد يعني انما فولو اب بقى ده يعني عشان الفولو اب ده هيعتمد على الدايجنوزس اللي انا وصلت له في الاكل لكن لو سيبتوماتيك مايكرو هيماتوريا دي انا مش هعملها حاجه خالص ان انا هقول له بس هتابع معايا كل سنه هتابع معايا كل سنه عشان اشوف ايه اشوف ديفلوب هايبرتنشن
هيبرتونوريا ظهرت في رينال امبيرمنت ظهرت. وانس دول اتوجدوا او هما موجودين من البدايه، ده اللي انا هخش بقى بسكه الرينال بيوبسي او الجينيتك ستادي. غير كده ومش موجودين لا خالص مش هعمل كانسر اساسي. بالنسبه بس لاخر حاجه كنت عايزه اقولها ان احنا بنتابع الهيماتوريا، يعني زي مثلا واحد جاي بوست ستريبتوكوكال انفكشن وخلاص هو اوريدي معاه هيماتوريا وانا وبتابعها والاقيها ريزيستنت، ممكن الهيماتوريا مع البوست انفكشس جميل نفرايتس تقعد سنه، يعني هو اوريدي هيقعد معاك سنه. فده مش حاجه ان انا هبقى قلقان وعايز اعمل فرض، لا هو قدامه سنه ولا مطروح. السي 3 مثلا او سي 4 هيرجعوا للنورمال بعد مثلا شهرين، من شهرين لشهرين ونص. فعشان كده ما بقاش يعني الريتابل ان انا في هيماتوريا لسه هعمل فرزا الاكستيبيشن او حاجه. بس